الاستاذ نعيم مؤسس ومدير جمعيه روح الشباب لخدمه البيئه. وجمعيه روح الشباب لخدمه البيئه موجوده في منطقه الزبالين بمنشاه ناصر من سنه 2004، وكل المؤسسين معانا من اولاد المنطقه والحي. وكان اول مشروع لينا اسمه مدرسه الاولاد لاعاده التدوير، بتعلم اولاد الزبالين القراءه والكتابه وبتديهم شهادات محوميه، اللي يحب ياخد اعدادي او ثانوي منازل، في ناس بتاخد كده من خلال مهنه تكسير عبوات الشامبو البلاستيكيه لاحد الشركات المنتجه، عشان لو مش عايز تعمل اعلان، في شركه كانت بتنتج عبوات معينه من الشامبو، والعبوات دي كانت بتغش تجاريا، كان في غشاشين بييجوا يشتروا العبوات دي وياخدوها بره المنطقه يغسلوها يعبوها شامبو مضروب يبيعوها على انها شامبو اصلا. فالشركه جالها شكاوى كتير، فلجأت للجمعيه، وكان اياميها معانا دكتور ليلى اسكندر اللي بقت وزيره التطوير الحضري والعشوائيات دلوقتي، هي اللي عملت العلاقه بيننا وبين الشركه المنتجه للشامبوات دي، وعملنا عقد من ساعتها. بيدونا فلوس كل سنه 70% منها بيعطى للاولاد كقروض، يلفوا في الزبالين يشتروا العبوات من قرايبهم ويجيبوها هنا يفرزوها حسب اللون والخامه، لان في منها اخضر وفي منها ازرق وفي منها ابيض العبوات، وفي منها الغطاء بولي بروبلين والجسم بولي سيلين والستيكر بوليستر، فكل ده بيتفرز الاول وبعدين يتحط في كساره يتكسر، بعد ما يتكسر خلاص ما حدش يشيلها تجاريا. فعشان كده الشركه بتدينا الدعم ده، اخر دعم خدناه كان 150 الف جنيه لسنه 2014، والعقد هيتجدد ان شاء الله شهر 6 اللي جاي يمكن بمبلغ اكبر، لانه عدد الاولاد بيزيد عندنا، الاولاد بيتعلموا يقروا ويكتبوا من خلال عمليه جمع البلاستيك، شراء انواعه، الالوان بتاعته، اسماء العبوات، حتى درس الحساب بتاعنا هو موضوع الشامبو. الولد مثلا بيشتري اربع انواع من العبوات، كل نوع فيه حجم كبير ومتوسط وصغير، فكل نوع من الكبير والمتوسط والصغير ليه عدد، وبيشتري الازازه الكبيره بريال فيضرب العدد في ريال يديله القيمه، والمتوسطه ب 15 يضرب العدد في 15 يديله القيمه، والصغيره ببريزه يضرب العدد في بريزه يديله القيمه، ده اللي اشترى بيه. وقال لما يجي يسلمه لنا هنا في نفس الجنب الثاني من الجدول بيسلم الكبيره ب 40 بنكسبه 100% عشان نشجعه يجي، والصغيره ب 30، المتوسطه ب 30 والصغيره بريال بيكسب 100%. فبرضه راح عامل التضريبه، وبعدين يطرح من اللي سلمه بالسعر الدبل للي اشترى بيه يعرف ربحه. والمدرس يمضي. كل 50 ولد بيترددوا على المدرسه كل يوم. احنا ما بنتعلمش بنظام الفصول، لا، مجموعات، ترابيزه دائريه كده حواليها 10 او 8 كبيره، ومعاهم مدرسه في النص. وكل حاجه يتعلموها مش على سبوره، في شغل ورق، حتى الالعاب والمتاهات وبتاع، عشان تنمي ذهنهم. ساعات يعملوا بازل، ساعات يعملوا مكعبات، ساعات يخش على الكمبيوتر، لانه بعد مش ساعات ده الكمبيوتر برنامج اساسي. بعد ما بيقرا ويكتب بالايد ويصمم الجدول بتاع تسليم الشامبو ده، بيروح على الكمبيوتر يكتب العربي على الوورد ويكتب الحساب في الاكسل.